إخواني، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس يصلكم كل جديد والإعجاب بالفيديو، وشكرا. اللاعب الكبير بمراكش الذي يحتضن لقاء قوي قمة شمال إفريقيا من منافسات دوري أبطال إفريقيا، هي بالدور التالي بين الجيش الملكي والنجم الساحل التونسي. بسرعة نقدم تشكيلة ديال الفريقين. الجيش الملكي الذي سيدخل بالمجموعة التالية، المهدي بن عبيد في حراسة المرمى، باقي اللاعبين حاتم الصوابي، زوير مارون، طيب بوخريس، إيمانويل إيبانيشيموي، ربيع حريبات، زين الدين عبد الراك العربي الناجي، بيرنار موريسون، أحمد حمود. اللي حضرت بقوة لمساندة اللاعبين علما أن المسؤولين صراحة وفروا كل الظروف لتحقيق نتيجة إيجابية. تعطى انطلاق هذه المباراة، مشات الكرة عند ربيع حريبات، مرة أخرى إيمانويل على مستوى جيد بزاف، رفعت الكرة في الوقت الحكم المساعد رفع الراية، وبالتالي هناك تمريرة طويلة أقرب لحاتم الصوابي، حاتم الصوابي لأنه كان لاحظوا ما تمكن من وصول الكرة، فرصة 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 فرصة، أوووو الحكم ماذا يقول الحكم؟ كان هناك أعتقد تدخل الحكم كيقول ما كاين لزين الدين عبد الراك، محاولات تسديد فرصة، تدخل الدفاع كان بيرنار موريسون اللاعب الغالي في الوقت بعد المحاولة، حمزة إيجامان دخل، هذه فرصة فرصة فرصة، حمزة إيجامان تدخل، ولاحظوا الارتباك الكبير على مستوى دفاع فريق النجم الساحلي التونسي. في هذه فرصة إيمانويل وتدخل الحارس، ما تمكنش حمزة جلاصي من إبعاد الكرة لطيب بوخريس تسديدة، ولكن كرة بعيدة خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى لفائدة تدخل ديال مارون، خطيرة 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 خطيرة، كرة مرت جانبا في الوقت، الحكم يعلن على خطأ لفائدة حكم يعلن على خطأ، ورقة حمراء ورقة حمراء شرال الحكم دابيا باسيفيك للكرة الثابتة، والهدف هدف أول لفائدة فريق النجم الساحلي التونسي. غفران النوالي يضع الكرة في الشباك في الجهة اليسرى، لاحظوا الفرحة الكبيرة للاعبي فريق النجم الساحلي التونسي، كانوا بدورهم كانوا كيعرفوا الصعوبة ديال المباراة أمام فريق بقيمة الجيش الملكي. عند أحمد حمودان، حمودان الحكم كان يعني خطأ، خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. تنفيذ إيجامان كيسدد كرة تطمت بالحائط، تعود مرة أخرى في الوقت الصحيح على مرتد هجومي. حمودان ترفعت الكرة داخل منطقة الجزاء، وتدخل الحارس، تدخل الحارس علي جبل، كانت فرصة ومحاولة اللي في حمودان، إمكانية التسديد، رفعت الكرة ولكن بعيدة. أحمد حمودان شنو يعمل بغنام، إمكانية التمرير، تدخل الحكم شنو يعمل، كانت مطالبة ضربة جزاء، الحكم حاول أنه يسدد اللاعبين في هذه الكرة ولكن كانت كرة جانبا، كانت محاولة الرأسية من طرف الكرة داخل منطقة الجزاء، تدخل الحارس في الوقت اللي كان سقوط ديال حمزة إيجامان. جديد الحارس علي جمل اللي يزيد ديال عبد الراك، تمريره ممتازه، فرصه فرصه راسيه، تدخل الدفاع وابعاد الكره من طرف لؤي بن حسين في الوقت اللي الحكم المساعد رفع الرايه، تمريره هذه فرصه، امكانيه التسديد، فرصه فرصه، لكن مرة جانبا زين الدين عبد الراك بحث على يعني مجال حتى انه يسدد للمرمى، وانه يكون هناك حذر من هذه المحاوله، راكع ولي التسديده ولكن الكره بعيده خارج أرضية الملعب، ومرة أخرى أمين الزحزوح محتفظ بالكرة، شنو يعمل؟ كيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، تدخل الدفاع لبحث الآن على المرتد الهجومي لفائدة فريق الجيش الملكي. إيمانويل رفعت الكرة، الكرة مشات للزاوية، كانت المطالبة بلمسة يد الحكم. فريق النجم الساحلي التونسي لازم تكون تغطية، والهدف الثاني هدف ثاني هدف ثاني بواسطة راقي عواني، راقي عواني مرتد هجومي هو الوحيد في هذه الجولة الثانية يمنح هدف ثاني لفريق النجم الساحلي التونسي. كان تخوف من مثل هذه الكرة في الجهة اليسرى، رفعت كرة داخل منطقة الجزاء للبحث على اسماعيل اغورو، راقي عواني راقي عواني راقي عواني، فرصة، تدخل مهدي بن عبيد، تدخل مهدي بن عبيد، محاولة وفرصة يعني بنفس الطريقة هذه، فرصة فرصة فرصة، تدخل الحارس، تدخل الحارس في المكان المناسب أمام ربيع حريبات، لعبات الكرة، أوه هدف جميل، هدف جميل لأمين الزحزوح في مرمى الحارس علي جمل. انتظرنا هذا الهدف، تمنينا أنه يكون هدف مبكر، تمنينا أنه يكون في بداية المباراة، ولكن قدر الله ما شاء فعل. هذه كرة القدم قد تقدم مستوى كبير ولا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف تحديد موعد قرعة دور المجموعات دور ابطال افريقيا وكاس الكونفدرالية الافريقية للموسم الحالي، وسيتم اجراء القرعة يوم 6 أكتوبر 2023، وستقام المباريات الأولى من دور المجموعات للمنافستين معا دور أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية يوم 24، 25، 26 أكتوبر 2023. إخواني إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.